البورتال فينس سيستم دي بتعتبر من اهم حاجه في البلاد سبلاي اوف ذا جات. احنا عارفين ان الجات بتاخد بلاد ارتيريال سبلاي من سيلياك ترانك والسوبيرو ميزنتريك ارتري والانفيرو ميزنتريك ارتري. الجات دي كلها بتجمع في فينز كلهم بيصبوا في فين ده اسمه بورتال فين. يبقى البورتال فين ده اللي هو متكون من اتحاد سبلينيك فين اللي هو ده اهو مع سوبيرو ميزنتريك فين اللي هو ده تحت النيك اوف ذا بنكرياس، ده اتكون لم كل الفينس بلاد من الجاسترونتستاينال تراكت. يبتدي البورتال فين ده جايب كل البلاد اللي جاي من الجات اللي فيها الجلوكوز والامينو اسيدز والحاجات دي كلها، يعدي ورا الفيرست بارت اوف ذا ديودينم. ادي الديودينم اهو، ده الفيرست بارت اوف ذا ديودينم، يعدي ورا الفيرست بارت اوف ذا ديودينم. بعد كده يمشي في الفري مارجن بتاع الليسر اومنتم، يمشي هنا في الفري مارجن بتاع الليسر اومنتم، يبقى عدى تحت الفيرست بارت اوف ذا ديودينم وتحت وفي الفري مارجن بتاع الليسر اومنتم، واتقسم اتنين رايت وليفت تيرمينال برانشز او تيرمينال بورتال برانشز دخلوا الليفر. الرايت والليفت برانشز دول بيتكسروا في الليفر، يعني ايه ديستريبيوتد في الليفر، وده المفروض ان اي فين في اتجاه القلب يتجمع مش يتكسر. الفينز بتاع البورتال فين بتتكسر تتوزع لبرانشز اصغر لحد ما تدوب والبلد اللي فيها يبقى في الليفر ايه ساينوسويدز جوه الليفر. ترجع الفينس طبعا الليفر بياخد البلاد اللي جاي من البورتال فين اللي جاي من الجاسترونتستينال تراك اللي فيه الجلوكوز والامينو اسيدز والحاجات دي، ويعمل عمليه الميتابوليزم وياخد منها يستخلص منها الجلوكوز والحاجات ديت الاستراكشر دي كلها ويخزنها في الليفر سيلز. يطلع من الليفر ده من الليفر يطلع اتنين فينز، واحد كده واحد كده، هنشوفهم في الليفر اسمهم هيباتيك فينز. الهيباتيك فينز دولت بيبقى فيهم فينس بلاد بس بعد ما اتشال منه النيوتريتيف سبستانس او السبستانس اللي جايه من الجاسترونسفاينال تراك، والهيباتيك فين يصب بعد كده في الانفيرور فينا كيفا. يبقى البورتال سيركوليشن عباره عن اتحاد سبلينيك فين مع سوبيرو ميزنتريك فين الاثنين تحت نيك اوف ذا بنكرياس، عملوا البورتال فين. البورتال فين يمشي تحت الفيرست بارت اوف ذا ديودينم، يمشي في الفري مارجن اوف ذا ليسر اومنتم، يمشي هنا هو جوه البورتال بادز، يطلع اتنين هيباتيك فينز ويصبوا بعد كده فين في الليفر. طبعا احنا في الاجزاء اللي بعد كده هنشوف ان السبلينيك فين ده بياخد الانفيروم ميزنتريك فين، ادي الانفيروم ميزنتريك فين اهو بيصب في السبلينيك فين. الانفيروم ميزنتريك فين ده بيصب في السبلينيك فين، السبلينيك فين بيتحد مع السوبيرو ميزنتريك فين والاثنين مع بعض بيعملوا البورتال فين اللي بيروح للبورتا هيباتس ويتوزع، وبعدين يجمع من الليفر الفينس بلاد على هيئة اتنين هيباتيك فين يصبوا بعد كده في الانفيرور فينا كيفا.